مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجد في مدينة برشيد في موضوع ديال زينب والابنة ديالها. مشاهدينا الكرام، الابنة ديال زينب سميتها ساجدة، ساجدة معجزة. إنني لا أبالغ في الكلام، ولكم تعليق في الأخير. مشاهدينا الكرام، غادي تشوفوا معايا هذه المعجزة كيفاش. تبعوا معايا. زينب، طلبتي مني نجي لعندك؟ جيت لعندك نجي الأولى، ولي الشرف أنني نجي لعندك في هذه القصة بالضبط. عمرني تناولت شي قصة بحال هكا. غتعاودي لي من الأول الحياة ديالك، عندك جوج بنيتات، شنو اللي وقع؟ عاد غنجي لهذه البنية، الله يسترها لك يا ربي، والله يحفظها وتمنى لها الخير. تفضلي. السلام عليكم مشاهدين. القصة ديالتي كتبدا من نهار تزوجت بالطليق ديالي اللي هو ولد خالتي لمدة ديال 15 سنة. المهم دازت واحد المرحلة زوينة، الزوين قل من الخايب. المهم الحوايج الخايبين دازو بزاف. ولدت معاه جوج بنيات، ولدت معاه ساجدة وشيماء. هو المهنة ديالته مهنة حساسة، ما غاديش نقدر نعطي عليها تفاصيل. المهم واحد النهار، المهم جالسين صابرين على الحارة، على الحلوة، على المشاكل، على الإمكانيات اللي كان ما كتبعهم ما كيبينهاش ليا. المهم واحد النهار جا قال لي: واش انتي بنت خالتي؟ قلت لي ايه. قال لي: لك انتي بنت خالتي وعزيز عليك انا وبات بناتك، غتمشي معايا للمحكمة ديري معايا طلاق اتفاقي. قلت لي: علاش؟ ما يمكنش. قلت لي: وانا حنا جالسين، انا ما بغاش نطلق على بنياتي، وانا ما بغاش نطلق، انا ما فكره الطلاق ما جاتنيش في بالي. قال لي: لا، الا غتمشي معايا المحكمه ديري معايا طلاق اتفاقي. ملي قلت لي لا، قال لي: الا ما مشي، الا ما بغيتيش تمشي غتشوفي معايا الجحيم. انا ما قلت لي لا، كان الجحيم على يديك انا ماشي مشكل، مكتب لي الله تبارك وتعالى الجحيم على يديك مرحبا. هذاك الشيء اللي كان. المهم من بعد لقيته على انه عنده علاقه بواحد السيده في الفيسبوك. هو كانت عنده علاقات قبل، ولكن هاد السيده تلاقى معاه في فيسبوك ارمله من واحد المنطقه ديال الجنوب الشرقي، عندها ولد وبنت ميت لها الراجل. قال لي: غادي تمشي معايا ديري معايا طلاق اتفاقي بالعربيه، باغي نتزوج بهاد السيده، ورا الشرط ديالها انها خصك تكوني انت مطلقه، تكوني ما كايناش في الصوره. المهم قلت لي: الا بغيتي تطلق على المحكمه، انا ما باغاش نطلق. هذاك الشيء اللي كاين. المهم بدا عليا بالضغوطات. كنت خدمت في واحد المدرسه بريفي ديال واحد المدرسه ديال التعليم، كنت كنمشي لها، كان كيلحق ليا الخدمه، كيدير عليا ضغوطات تما باش انني نتنازلي، ما بغيتش. مشى للمحكمه، دار الدعوه ديال الطلاق ديالو، بقى كيطلع وكيهبط. كتمشي معاه هذيك العشيقه ديالو هي وباها اللي ولات دابا حاليا مراته، كتمشي هي وباها كيوقفوا في باب المحكمه. المهم بقينا كنطلعوا كنهبطوا، حكمت لي المحكمه بالمستحقات ديالي. ما بغاش يعطيهم ليا. قال لي غتنازلي عليهم ولا غادي. المهم بدا عليا بالعنف قدام البنات، كيضربني انا، كيضرب البنات. المهم بقيت بحال هكا، كنت خديت المستحقات ديالي. واحد النهار جيت جالسه في الليل، انا جيت من الخدمه، جيت جالسه في الليل انا والبنيات، واذا به كيجي فرع الباب برجله. انا مطلقه ديك الساعه وخديت المستحقه ديالي، كيجي فرع عليا الباب فين كتساكنه في البارطمان انا وياه، هو عنده ثلاثه ديور. فرع عليا الباب، دخل قال لي: خديتي فلوس؟ قلت لي: اوي. يقول لي: يلا الباب. بحال هكا يلا الباب. وقال لي: خير مني غتمشي لابسه جلابسك. المهم بقيت بحال هكا. خرجني في جوج الليل، مشيت انا والبنات بتنا في حدا لابريكاد ديال الجوندارم ديال الدروه. بتنا تمايا حتى الصباح. المهم بقينا بحال هكا، واذا به المهم مشيت بحال هكا، خديت دوك المستحقات، مشيت كريت البنيات، مشاو. كانت ساجده عندها داك العام التاسعه وعندها الموحد ديال التاسعه. صافي مشيت خديت كريت البنيات ديالي واحد البيت مع الجيران. المهم حاولت نستقر، حاولت نقاد الامور ديالي انا والبنيات. واذا به كيبقى يطاردني في الخدمه وفي هذا. المهم جا واحد الوقت اللي المهم من وراء الطلاق ديالي انا مباشره مشى غادي يتزوج بالسيده اللي تلاقى معاها، مشى غادي يتزوج بها في ديك المنطقه الجنوب الشرقي. كاينعت المسؤول اللي كاين تمايا، كاينعتو بالفاظ نابيه، تضرب 6 شهور ديال السجن نافذه. وكان الليله اللي خرجني منها في الدار كانت تهرس، طاحت عليه الماكينه ديال الخياطه ديالي، تهرس ودار 4 الحديدات في رجله. المهم مني دخل للسجن تحكم لي ب6 شهور. واذا بيا كيتصل بيا خوه، وكيتصلوا بيا عائلته، وكيصيفط لي هو رساله من السجن
كيستعطفني فيها وكيقول لي عافاك لما سمحي لي، راه كلشي في الرساله تنعطي لك خويا يوسف تقراها. المهم قال لي راه داكشي اللي وقع ليا راه ما عرفتش انا، غير سمحي لي صيفط لي الملف الطبي ديال البنت، بغيت باش نحطو للمسؤولين باش يشوفوا من حالي في الحكم، لان الوظيفه العموميه غتمشي. المهم انا كنت بنت الناس وما نكذبش عليك، زيد داك الملف الطبي ودرت ليه فاكسيتو ليه ودرت الاتصالات ديالي بالناس المسؤولين تمايا، وبقيت كنطلب وهذا وكنقول لهم ودي راه مشات ليه الوظيفه غتمشي لي انا النفقه وهذا، وبقيت كنبكي وداك الشيء. المهم هو صافي قاديت لي دوك الوثائق ديالو ديال البنيه وجبتهم ليه صيفطتهم ليه، جا التخفيض ديال الحكم ديال 6 شهور، رجعت لي غير مده ديال شهرين باش يرجع للوظيفه العموميه ديالو. صافي غير خرج من السجن ويقول لي السلام عليكم، ما تبنيش امال على داك الطلبات اللي كانوا توا السجن، هذا غير انني صافي مشى تزوج بديك اللي كان كيعرفها. صافي وبقيت انا والبنات، بقات المعاناه ديالي، بقات كما كتشوفوا سجيده اللي الحاله ديالها راكم كشفتي اخويا يوسف الحاله. دابا انا غنجي معاك لسجيده، الراي العام سمعوني قلت معجزه ولا ابالغ في الكلام، غادي تعاودي لي سجيده المرض ديالها هو الاول، باش مريضه سجيده؟ سجدة مني الله اول مره تولدت، اول مره ولدتها عندها واحد عندها مشكل في الاعصاب ديال الظهر، هذوك العصبات ديال الظهر كياثروا على النبوله وكياثروا على المصران، وضربوا لها الكلاوي، تصابوا الكلاوي بفشل كلاوي، وعندها القلب ديالها في اليمين وفي 4 ثقبات. دابا الحمد لله وحده تسدات هاد المده ديال مني تولدت لدابا تسدات لها وحده، باقي لها 3. المهم وصل دابا العدد ديال العمليات اللي درت لها 7 العمليات، واخر 3 العمليات درت منها في شهر واحد، كانت كتقرا هاد العام في اولى باك اللي تبارك الله وصل عن بيرا، دوزات الامتحانات ديالها، جات الامتحانات ديالها وجات جابت المعدل ديالها بامتياز، رغم انها مشات النهار الجهوي مشات فيها السخانه حتى 41 40 41، يعني مشات فواحد الحاله يرتعلها. كنقول لها غير جلسي، كتقول لي لا ماما خليني نمشي ندوز الامتحان، انا خايده تحدي لانني انعت بانني ناقصه، لان مع كامل الاسف الاب ديالها كان كينعتب المعوق، وهي كانت خدات تتعدى على نفسها وكتقول انا راه ماشي معوقه، انا غادي نقرا وغادي نوصل وغادي نقول لي انا. والايام ديال كورونا اللي كانوا في السجن كانت كتحفظ القران، تصور في هي كتحفظ القران وكنت كنسمع في الصلاه ديالها كتقول يا ربي تفك الكربه ديال الاب ديالي، يا ربي تفك الكربه من يخرج. اول حاجه دايرها خلانا في الشارع انا والبنت، الدار اللي كنسكن فيها عطى عليا واحد السيد في ساكنه، كنتنقل ببناتي من دار لدار مع العلم انه هو كيملك 3 ديور. هي اللي مشات للامتحان، انا معاك، انا عارف الامور كامله وغنختم انا في الاخير، وريني باش مشات للامتحان. هي اللي جات هي الاولى في بر الرشيد، مشات للامتحان في بيض الخنشي هادي، وكان خويا المصران ديالها ما كتمشيش للطواليت بحالنا بحال يا ايها الناس، كندير لها واحد التيو طويل في المصران ديالها وكنبقى نبوم بيها في الزيت ديال ويل البارافين، انا واخا كتالم واخا كتقول لي ماما راه هادشي كيالمني، وكتبقى تقول يا ربي تعفو عليا مسكينه في هذيك الحاله. شنقول لكم هبقي ما انا عارف، ملف صعب، ملف صعيب. مشاهدينا الكرام نطوي الراي العام اكثر في الموضوع، حيثيات القضيه انا لا ابالغ في الكلام، اصعب ملف شفتو في الحياه ديالي هو هذا. انا غادي نقول لكم شكون هي سجيده، تبعوا معايا. اول حاجه غنبدا بها قبل ما ندوز عندها، سجيده حفظت كتاب الله وكتقرا في هذه اللوحه، حفظت 40 حزب، عندها 4 ديال التقوات في القلب، وكتعيش مسكينه كتبول بهاجي، ودات هاد المعدات كاملين وتحدات العالم، وهي الاولى في برشيد الجواب ديال المدير ديال المدرسه قال لها هادي خصها تمتال. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا، سجيده لاباس؟ الحمد لله. انت راه اروع انسانه في العالم، الا ما عمر شي واحد قالها لك انا قلتها لك، انت هي الاولى، الله يسترك. عاودي ليا على القران كيفاش حفظتيه هو الاول؟ الحمد لله والشكر لله، كنت حفظت في الحجر الصحي، وكنشكركم على الزياره ديالكم، وان شاء الله نتمنى يا ربي تستمعوا لينا، وان شاء الله اسمحوا لي راه ما قدرتش. قولي لي حفظتي شحال حفظتي في القران دابا؟ 40. 40 حزب. مشيتي للامتحان ديال الباك
وجبتي جبتي 15، انت الاولى في المدرسه. كيفاش حسيتي هذا اللي بغيت؟ كيفاش شفتي التحدي وانت عارفه المرض ديالك وعارفه الصعوبه؟ والله عز وجل عطى قوه كبيره، الله عز وجل الذي يقول كن فيكون. كيفاش دوزتي ديك المرحله ديال الامتحان والمدير ديال المدرسه تيفتخر بيك؟ الحمد لله والشكر لله، وكنحمد الله على هذه النعمه وكنشكركم على الزياره ديالكم. قولي لي الامتحان كيفاش دوزتي؟ كنت مريضة وكانت في سخانة، وكنت كان دارني جنبي، والحمد لله بقدرة الله سبحانه وتعالى قدرت نتغلب على هاد المحنة ودوزت الامتحان بخير الحمد لله. عجبتك النتيجة انتي الأولى؟ هو ما عجبتنيش النقطة ديال 15، ولكن حيتاش انايا ما كنت مريضة وما راجعتش بزاف، وكنت يعني النص ديال العام كنت في الكرسي المتحرك، وكنت غيبت للدراسة شهرين بشهادة الأساتذة والحمد لله. شنو الحاجة اللي كنت منيها بغيتيها تكون عندك؟ قولي لي اللي بغيتي. انا بغيت غير نتعالج ان شاء الله ونكمل الدراسة ديالي، علاش لا؟ إلا كان برا مرحبا. وأنا كان الأوبجيكتيف ديالي أنني نمشي لمدرسة التطبيق ديال العلوم التطبيقية لنسا، وصافي هادشي اللي نقدر نقول لكم. الله يسترك يا ربي، الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، طريقة معالجة الملف الاختلاف بين الزوج والزوجة كان فضل ديال الله عز وجل، والمرض ديال هاد البنية هي باش تنقذ الزوج باش يرجع للوظيفة وتخلى على مرتو في الأخير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هاد الألماز اللي عطاه الله هاد البنية آية في الجمال، لا هي لا الأخت ديالها، الله يسترهم. وكذلك من نبغاء في العلم، تتوصل رغم المعاناة ديالها كتجيب معدلات ممتازة كيشهد بها كاع الاساتذه ديال المدرسه اللي هي ديال الثانوي اللي في برشيد، والمدير يكفي هذا العنوان، قال لها البنيه خصها تمتال. النداء ديالنا اولا للسيد العامل، ارجوك، انا كنقولها وادرف الدموع وشرف لي انني نبكي عدد الناس. كيفاش نهتموا بهذ العائله؟ والله خبزه ما عندهم. واحد السيد الله يرحمني، الوالدين ولا عطوهم هاد الدويره ساكنين فيها بشكل مؤقت. نوعية الزواج كان في العائلة، ونعلم جيدا أنه إذا كان تصدع في العائلة يعني الطلاق غادي يكون تصدع كبير، لأنه هي ما غاديش تبقى عندها علاقة بطبيعة الحال بالخالة ديالها اللي هي الأم ديال الطليق ديالها، هذا من الطبيعي. هاد السيدة كتجلس هنا كتقول لك أنا أي بلاصة يعيطوا لي نمشي نغسل الماعن ونمشي نسيق الدور من أجل هاد البنيتات. ما عندهاش خبزة في الدار، ما فحالهاش. كيفاش نأمنوا هاد العائلة ونفتخروا بهاد البنية رغم المعاناة؟ أربعة العمليات، سبعة العمليات تقابل اللي كاينين في القلب، تسدات وحدة، باقيين ثلاثة شرحوا الواضحات من المفضحات. الرسالة واضحة، وبهادشي كله تحدات العالم ومشات وكملات وكتقرا وكتنجح. السؤال المطروح في الأخير، واش فعلا الكلام اللي قلت صحيح؟ أو التحليل اللي قلت واش في المحل ديالو؟ واش هي معجزة، نعم أم لا؟ شو الله سبحانه وتعالى كتابها الاسم ديالها ساجدة، ساجدة لله عز وجل، وطريقة الشرح ديالها تحمد الله وتشكر الله وتتكلم بطريقة راقية، والأم ديالها كتعاني، عندها جوج بنيتات كتشرف عليهم، والله عز وجل ولي عالم بالوضع ديالو. ارجوكم كنوجه النداء للجميع، نبارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع من اجل ان نوصلوا هذه الرساله. كاع البلاوات دقاتهم هذه البنيه، والعمليات سبعه، وكتجيب 15 16 17 في المدرسه هي الاولى. المساله دي كيفاش كتبول القمه في المعاناه؟ الرساله واضحه، ارجوكم
أرجوكم حتى رجال الإعلام الكل يتكلم على الطاقة هذه المعجزة هذه. غنوضع رقم الهاتف ديال الأم للتواصل معها، ضخ دماء جديدة لهذه العائلة، لأنه هادشي اللي دارت هاد البنية سبحان الله العظيم، اللهم بارك. أي كلمة أخيرة عندك قولها لي، وما تنسيش راه عندك الله سبحانه وتعالى شرفك بهذا الخير وبهذه البنية وبهذا المستوى الراقي في العلم وفي القراية، رغم الصعوبات رغم المرض ديالها، رغم وكتنجح وكتجيب معدلات، وكانت هي السبب باش القضاء، لأنه القضاء كاين الضمير المهني والقناعة الشخصية ديال القاضي اللي كيخول ليه أنه في سبيل هذه البنية اللي عنده تخفضت ليه العقوبة ورجع للمهنة ديالو. الكلمة الأخيرة ديالك. الكلمة الأخيرة هو أنني كنحمد الله تبارك وتعالى وكنشكره على هذه النعمة اللي أنا كنحس بساجدة راه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علي الله بها، وباب من أبواب الجنة غنحاول نستغله مزيان بأنني باش الله تبارك وتعالى نكون إن شاء الله في أعلى الدرجات عنده. والحمد لله انا متمسكه بنياتي، ما عمري ما غادي نفرط فيهم، ما كيضرني لا جفاف، واخا انا قاريه شويه وهذا ما كيضرني لا جفاف لا ميناج، لو انا مستعد نضرب الجفاف مستعد نضرب الميناج على بنياتي، ولكن جيبها لي محلال. المهم اهم حاجه انا اللي كنركز على الحلال وهو الشيء اللي كاين. وكنشكرك خويا يوسف بزاف، الله يثبت الاجر ديالك، وسمح لينا بزاف زعما الصراحة ما بغيناش نكونوا حنا سبب باش تضرب الدموع ديالك، ولكن الحمد لله على كل حال. أنا شرف لي نبكي على هذه البنية.